الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. طبتم وطاب لقاؤكم، وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله عز وجل. لقاء هذا اليوم عن تفسير رؤية أكل التفاح في المنام، فتابعونا وما تنسوناش بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنا على الاستمرار، وجزاكم الله عنا خيرا. تفسير حلم أكل التفاح في المنام إشارة إلى الوئام والمتعة والخصوبة عند الرجال والنساء، فهو رمز للعطاء والطاقة الإيجابية والسرور. إذا كان طعمه حلو سيكون بمثابة خبر مفرح أو مفاجأة أو نجاح ورزق. أما إذا كان طعمه حامضا أو مرا فهو رمز للهم والغم والخبر المزعج. رؤية التفاح الأصفر للعزباء، يرمز التفاح باللون الأصفر في المنام إلى شخص منافق يحاول إلحاق الشر بالفتاة وإيذائها، لذلك عليها توخي الحذر والحيطة، أو يدل على وجود صديق ماكر يخفي الشر في نفسه وهو غير جدير بالثقة والأمان، كما أنه يرمز إلى المرض أو الخسارة والضعف. يدل أكل التفاح في منام العزباء على الفرح والخبر السر والفرج بعد المعاناة والضيق. قد يتعلق الأمر بعودة غائب يخصها أو النجاح في الامتحان بعد جهد وعناء، أو الزواج من شخص الذي تحبه بعد انتظاره وصبر، أيضا يدل على المال والربح والخير. عندما تتناول الفتاة العزباء التفاح الأخضر في حلمها، فإن هذه الرؤية تحمل بشرى سارة لهذه الفتاة، كالارتباط بشخص غني وكريم ومعطاء يملأ حياتها سعادة. أيضا يشير أكل التفاح الأخضر إلى المال الحلال الذي تكسبه هذه الفتاة نتيجة جهدها في العمل، أو يرمز إلى الصحة الجيدة والتعافي من المرض. يشير أكل التفاح الأحمر في منام العزباء إلى أنها تستحق كل ما تتمناه في الحياة، سواء كان في حياتها المهنية أو الشخصية، أو يدل على الحب والوفاق ونيل المطالب والأمنيات. وفي بعض الأحيان يرمز أكل التفاح الأحمر إلى أمور سلبية كالكذب أو الحسد والغيرة. يشير أكل التفاح الأصفر في منام العزباء إلى خداعها من قبل أحد الأشخاص، وشعوذة وشعورها بالخيبة والخذلان وعدم الثقة بمن حولها، أيضا يرمز إلى الشعور بعدم الاستقرار والتشتت والتردد في اتخاذ القرار أو الفشل في علاقة ارتباطها. يشير توزيع التفاح أو إعطاؤه في المنام إلى عمل الخير ومساعدة الآخرين والنية الطيبة، وأيضا يدل على حدوث مفاجأة سارة أو مناسبة سعيدة في كل في حال كان التفاح طازجا. وأما إذا كان التفاح فاسدا فهو إشارة إلى الفتنة والإساءة للآخرين. إذا رأت المتزوجة في منامها أن أحدهم أعطاها التفاح السليم في المنام، إشارة إلى النجاح والتفوق في حياتها والخروج من الهموم والمشاكل. أما إذا أخذته من زوجها في المنام يدل على الحب والوئام والتفاهم والرزق والحمل. من جانب آخر، إذا أعطت المتزوجة التفاح أو زرعته في المنام فهو يرمز للعمل الصالح والكريم والكرم والخير. ما تنسوناش بقى اخوانا بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنا على الاستمرار، وجزاكم الله خيرا. ولا تنسوا قراءة القرآن الكريم في رمضان، فإن الأجور مضاعفة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.